العالم كله مقلوب بقالي يومين على الغواصة المفقودة واللي كان فيها 5 أشخاص رايحين يتفرجوا على حطام سفينة تايتانيك، ومنهم بليونير بريطاني معروف اسمه هاميش هاردينج. والرحلة دي كانت تكلفتها 250,000 دولار، وحاليا القوات البحرية وغفر السواحل قلبين الدنيا على الغواصة دي ولسه ملهاش أي أثر. A submersible with 5 people on board. It went missing during an expedition to the Titanic. حطام سفينة تايتانيك على عمق 3800 متر، رقم مش طبيعي وضغط مية جبار، وأي حد يحاول يعمل كده فهو بيخاطر بحياته. بس تعمل ايه لو قلتلك ان في مخرج مجنون زار التايتانيك 33 مرة؟ والكلام ده حصل سنة 85 لما كانت التكنولوجيا وقتها أقل من دلوقتي بكتير، والمخرج المجنون ده هكلمك عنه بالتفصيل كمان شوية. أكبر انفجار حصل في تاريخ السينما لحد وقت قريب كان بتاع جيمس بوند في فيلم سبكتر، لما استعملوا 68,000 كيلو من التي ان تي. بس كان في مخرج تاني كان نفسه يقول عليه عبيط او مجنون بس ما قدرش عشان بحبه، قال لك 68,000 كيلو ده شغل عيال، احنا مخرجين تقال قوي، فعمل قنبله ب 25 مليون كيلو من التي ان تي. والمخرج ده معانا النهارده في المركز التاني. في الفيديو ده هكلمك عن اجن 10 مخرجين في التاريخ، الناس دي عملت افلام انا وانت بنعشقها، بس عمرنا ما كنا نتخيل ان الافلام دي عشان تتعمل المخرجين دول عملوا العمايل دي، حاجات غريبه فعلا عمرها ما كانت هتخطر على بالك. وايه علاقة الجماعة المسيطرة على العالم والورلد إليتس والمخرج اللي معانا في رقم 1 اللي بعد ما عرض جزء من فيلمه الأخير على التلفزيون مات بعدها بأسبوع واحد بس؟ في المركز العاشر معانا ويس أندرسون، أكتر واحد على الكوكب تقريبا عنده OCD. في واحد سرب له تسجيل وهو متعصب جدا على الكرو بتاعه بسبب إن هم ما ظبطوش السيمترية بتاعة الشوت زي ما هو عاوز. Everything has to be symmetrical. If it's not gonna be symmetrical, it's not going in the movie. I'm Wes Anderson. أنا الوزير. أنا الوزير يا ولدي. يا ولدي. بالراحة يا عم، مش كده، ما تروق أعصابك، أمال لو شغال عندنا في مصر هتعمل إيه؟ الراجل ده مهووس إن كل الشوتس بتاعته لازم تكون فيها سيمترية، ومعنى السيمترية إن يكون نص الصورة اليمين تيبيكال لنص الصورة الشمال. الراجل ده شفنا له أعمال عظيمة زي ذا جراند بودابست أوتيل وراش مور ومستر فوكس، ولو أنت من محبين النظام أو عندك OCD الأفلام دي هتكون المفضلة إلى قلبك. في المركز التاسع معانا ألفريد هيتشكوك، كان بيصور فيلم عن مدينة صغيرة بيهاجمها الطيور، وهيتشكوك كان عامل مفاجأة للممثلين وهي انه نسي يقول لهم على تفصيلة صغنونة كده، وهي انه هيستعمل طيور حقيقية في التصوير وهيخليها تهاجمه مش هيعملها جرافيكس. ولمدة 5 أيام على التوالي المدربين كانوا بيخلوا الطيور تهاجم الممثلين، والمفاجأة دي خلت رد فعل الممثلين حقيقي مش تمثيل لأنهم كانوا فعلا مرعوبين. في المركز الثامن معانا أكيرا كوروساوا، الراجل ده كان معروف عنه انه جد قوي في الشغل، بيرفكشنست لدرجة بشعة، وكانوا بيقولوا له يا تينو. قولي لي يا محامية. يا راجل يعني طلعت تينو في الآخر؟ تينو دي كلمة يابانية معناها إمبراطور، وده كان بسبب الدكتاتورية بتاعته في الشغل، وإن كلامه بس هو اللي يتسمع ويتنفس في التصوير، مش أي حاجة اسمها إنك أنت تقول لمؤاخذة رأيك. في تصوير فيلم راشومون كان في مشهد في دماغه، فراح جاب عربيات حريق وخلط الميه اللي فيها بالحبر ورشها على الناحيه اللي فيها الكاميرات عشان يعمل مشهد عاصفه ممطره حقيقيه. بس كل ده هزار بالنسبه له، عده بوز ده قال له واجب، ده كده مش حاجه. في فيلم ذا ثرون اوف بلاد اللي هو النسخه الياباني من كتاب شكسبير ماكبث، كان في مشهد الشخصيه الرئيسيه بيتدرب عليها من مجموعه من رماة الاسهم، راح الراجل ده جاب ناس محترفه وخلاهم يضربوا عليه وهو كان بيفاديهم بجد عشان ما يموتش. هرطب اليوم. كل ده عشان المشهد يطلع حقيقي. بس عموما لو عمنا اللي فات ده مجنون، فانا مش عارف ازاي ممكن نوصف الشخص اللي معانا في المركز السابع، فرانسيس فورد كوبولا. تخيل الراجل ده حط نفسه والممثلين اللي معاه في وضع محدش فيهم كان عارف اذا كانوا هيطلعوا منه عايشين ولا، وده في الفيلم اللي باين من اسمه أبوكاليبس او نهايه العالم. انتاج الفيلم ده مصنف انه اصعب انتاج حصل لفيلم في التاريخ. الراجل طلع في الاول وقال لك احنا الحمد لله معانا انتاج محترم وصارفين صرف كبير، معانا المعدات اللي احنا عاوزينها والدنيا اخر حلاوه والحياه زبادي في الخلاط. من اول يوم تصوير نجم الفيلم مارتن شين فضل يشرب كتير لحد ما اتسطل. المخرج كان شايف ان هو زي الفل قوي كده واللي بيعمله ده هيليق على الدور قوي في الفيلم،
لكن شكلهم ما كانوش يعرفوا آخرة الحرام ايه، وما عادوش كام اسبوع على بعض والدنيا كلها قلبت عليهم. وعشان تتخيل الوضع، الفيلم ده كان بيتصور في الفلبين. اول حاجه حصلت ان جه اعصار ضخم جدا بوظ كل الحاجات اللي كانوا بانيينها عشان التصوير، ودمر جزء كبير جدا من المعدات. ونجم الفيلم مارتن شين جاله ازمه قلبيه. ممثل تاني اسمه مارلون براندو كان رايح التصوير مش مستعد خالص للدور بتاعه، وكان ادخن بكتير من الوزن اللي الدور بتاعه كان طالبه، والمخرج اضطر ان هو يصور كل المشاهد بتاعته في الضلمة عشان يخفي المصيبة دي. واتقال ده احنا لسه بنسخن. بعدها راحت اي محاربة اهلية في البلد وهو بيصور، والمخرج كان برضو مكرر ان انا هكمل تصوير، يعني هكمل تصوير ان شاء الله حتى لو اموت. الفيلم ده اخذ في تصويره 10 سنين، وبقى يعتبر قطعة فنية في تاريخ السينما. بس بمقابل ده كان ممكن المخرج وفريق العمل كله يموت، والراجل ده عمل كده عشان خاطر ان هو كان شايف ان الاحداث الحقيقية دي هتقدر انها تطلع فيلم عظمة، وكان كله عشان خاطر الشغل. لكن اللي جاي معانا في المركز السادس ده راجل سايكو بجد، وهو أليغاندرو جودروسكي. الراجل ده بيعمل حاجة اسمها سايكو ماجيك عشان يعالج الناس بالمنظر اللي هيظهر قدامك دلوقتي. هو نفس الشخص العبيط ده عامل أكتر فيلم ويرد وغريب في تاريخ السينما، وهو The Holy Mountain. والفيلم ده مليان برموز عن الموت والبؤس، ومربوط بالصورة الباردة الكئيبة بتاعة الشتاء. وفي نفس الوقت الفيلم بيحاول يوصل لك إحساس استكشاف المجهول، وبيتكلم عن الروحانيات والدين، دخل حاجات كتيرة قوي مع بعض ملهمش أدنى علاقة ببعض، يخليك وانت بتتفرج تقول ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ في المركز الخامس معانا واحد من المخرجين المفضلين عند ناس كتير قوي، واللي كايروكي عاملين اغنيه باسمه في البومهم الاخير زي كنت تارنتينو هعلم على كل الناس. وتقريبا الجمله الشهيره بتاع ده انا هطلع تارنتينو كان تقريبا عشان الراجل ده كل افلامه تكسير عظم ودم وموت. تارنتينو لما كسب جائزه بالم دور عن فيلم بالب فيكشن في 94، في شويه من الناس كده فضلت تزعق باسم مخرج تاني وبتقول ان هو اللي يستحق الجائزه دي. راح عملنا تارنتينو ابو قلب ميت، راح مؤاخذه كده رفع لهم ايديه وعمل لهم حركه مش تمام، وامدي واحده زي ابراهيموفيتش كده وقال انا مش بعمل افلام لكل الناس، انا الافلام اللي بعملها هي اللي بتفصل ما بين الناس. I don't make the kind of movies that kind of bring people together. I kind of make movies that kind of split people apart. الراجل ده نرجسي من الدرجة الأولى، وده كمان بيبان قوي في شوتات بتاعته في أفلامه. غالبية الناس اللي بتحب الأفلام قبل ما يخشوا أي فيلم في السينما بيحبوا يشوفوا التقييم بتاعه على حاجة زي IMDb، بس اللي بيدي التقييمات دي على IMDb هم ناس اكسبرت في السينما. الجماهير العادية اللي زينا دول لو عاوزين يقولوا رأيهم في فيلم أو حاجة أو يقيموا حاجة إن هي كويسة أو وحشة، ده بتلاقيه على حاجة اسمها لتر بوكس. الفيلم الأعلى تقييمًا عليه مش شاوشنج ريدمشن ولا ذا جاد فاذر ولا ذا دارك نايت، أعلى فيلم هناك هو الفيلم الروسي كامان سي، واللي المخرج بتاعه معانا في المركز الرابع وهو ألم كليموف. فيلم كامان سي ده يعتبر واحد من اكتر الافلام الواقعية والمهمة في تاريخ افلام الحرب اللي اتعملت، وقصة الانتاج بتاعت الفيلم ده نفسها مرعبة، وده عشان مخرج الفيلم نفسه ألم كليموف شارك في الحرب العالمية التانية وهو عيل صغير. من شدة الفيلم المخرج خاف جدا على الشخصية الرئيسية لانه كان طفل عن 13 سنة، وخاف يتأثر ويتضر نفسيا بسبب الاحداث اللي كانت هتتصور في الفيلم ده. وظيفة الثيرابيست كانت انه حرفيا ينوم الطفل ده مغناطيسيا عشان ما يتأثرش بالحاجات اللي هيمر بيها في خلال تصوير الفيلم ده، عشان ما تأثرش على عقله لما يكبر، لانهم في التصوير ده استخدموا رصاص حي. لا ده كمان كان بيتدرب فوق راس الممثلين، والفرق ما كانش بيبقى كبير، وده اللي كان مخليهم مرعوبين بجد قدام الكاميرا مش تمثيل. التجربة دي كانت صعبة جدا على المخرج نفسه، لدرجة ان هو قرر ما يعملش اي فيلم تاني بعدها. في المركز الثالث جيمس كاميرون. الراجل ده لوحده عامل 3 من اكتر 5 افلام في التاريخ دخلت فلوس، الجزئين بتوع افاتار والتايتانيك. الراجل ده بنى سفينه نسخه من التايتانيك 243 متر، وزار التايتانيك الحقيقيه 33 مره، وكسر الرقم القياسي في الغوص لوحده، وحط تحتها 1,000,000 خط غوص لوحده في اعمق خندق في العالم، واللي بيوصل عمقه لحوالي 3800 متر. بس كل ده احنا لسه بنسخن، خلي بالك. الراجل ده في فيلم ذا ابيس ملى محطة طاقة نووية مهجورة بسبعة 7 مليون جالون من المية، وكان أكبر لوكيشن اتعمل لفيلم تحت المية في التاريخ، وقعد 15 سنة شغال في فيلم افاتار، وسوني صمت له أول كاميرا 3D بتتمسك بالإيد في التاريخ، عشان ما يبقاش مضطر ان هو يصور بالكاميرا دي كلها ويبقى واخد راحته. بالاخر الراجل ده ماشي بنفس المبدا بتاع هات فلوس واوريك اللي عمرك ما شفته. في المركز الثاني هو عم المخرجين كلهم، والمخرج المفضل الى قلبي،
وهو كريستوفر نولان. مبدئيا كده اهم فرق ما بين جيمس كاميرون وكريستوفر نولان ان جيمس بيعشق الفيجوال افكتس اللي احنا بنقول عليها جرافيكس، انما كريستوفر نولان بيكره حاجه اسمها فيجوال افكتس، بيحب ياخد الشوتات بتاعته كلها طبيعيه. يعني مثلا بدل ما يجيب طياره جرافيكس ويخبطها كده في اي هانجر، جاب طياره بوينج 747 وخلاها تخش فعلا في هانجر طيارات. بس صدق والله قصه حلوه يعلي بيها على عياله. يجي الواد يقول له بابا انا خبطت العربيه وانفجرت، يقول له وانا في سنك فجرت الطياره، وشال المقطوره في فيلم ذا دارك نايت وقرر ان هو يعلي على نفسه، فراح موقع الطياره من السماء في فيلم ذا دارك نايت رايزز. وفي فيلم انترستيلر جاب مجموعه علماء ورواد فضاء عشان يقدروا يعملوا شكل تخيلي للثقب الاسود. الكلام ده كان في 2014، ولما اتخذت اول صوره حقيقيه للثقب الاسود في 2017 يعني بعدها بثلاث سنين، لقوا ان هو كان شبه جدا اللي وصل له كريستوفر نولان. بس هل في حاجه كريستوفر نولان ما يقدرش يعملها؟ اخر فيلم عمله اوبنهايمر كان بيتكلم عن مخترع القنبله النوويه واللي بيصور اول سلاح نووي اتعمل في التاريخ وانفجر في سنه 45. بس اكيد المره دي عملها جرافيكس، اصل دي مش عربيات ولا طيارات، دي قنبله نوويه. تعال نجرب نفتح جوجل ونكتب ديد كريستوفر نولان يوزد اريل نيوكلير ويبن، هتلاقي ان مكتوب ان هو استخدم متفجرات حقيقيه ومن غير سي جي اي اللي هو الجرافيكس. فهل معنى الكلام ده انه استخدم قنبله نوويه بجد؟ الراجل قاعد يحاول مع المنتجين ومع الحكومة انه يعملوا انفجار نووي بجد، بس الحمد لله انه هم وقفوش. يا جدعان حد يكلمه، حد يكلمه خلاص بدل ما اغلط فيه. نولان طلع في انترفيو وقال ان واحد من اكتر المشاريع التشالنجينج اللي اشتغل فيها. كريستوفر نولان طلع وقال لك انا هعمل قنبلة نووية قانوني. هنا الراجل كان في تحدي، انا مش عاوز اصور حاجة في فيكس وما ينفعش استخدم قنبلة نووية. اعمل ايه؟ هعمل من التي ان تي ما يعادل قوة القنبلة النووية، لا وهعلي عليه كمان. عند بعند بقى انا دماغي صارمه، ما هعملها كده انا مالها كده. بس عارف انت حد الحقيقي في حاجه زي كده ان عندك فرصه واحده بس للتصوير، لانك انت لو ما صورتوش كويس ورحت قلت للمنتج احنا عاوزين نعيد، مش بعيد يجيبك ويحطك في وسط الانفجار ده ويفجرك. هاتله هاتله خد خد الطريقه اللي قدر ياخد بيها شوت زي ده لحد دلوقتي سر ومحدش عارف هو ازاي قدر يصوره. مفيش غيره وهو التيم بتاعه اللي معاهم السر ده. نولان فعليا مش مجنون، بس هو بيحب يخلي كل حاجة فعلا تطلع بأكتر شكل حقيقي ممكن في الدنيا. المجنون الحقيقي اللي ممكن يعرض حياة الناس اللي معاه لخطر قوي لدرجة ممكن توصلهم للموت، وهو ده اللي معانا في المركز الأول. مبدئيا السي في بتاعك كممثل لو ما فيهوش انك انت بتورك اندر اكستريم بريشر، انت ما ينفعش تشتغل مع الراجل ده، لان الراجل ده سادي في الشغل بتاعه. الراجل ده اهتمامه بالتفاصيل اكتر من اهتمام صاحبتك بالتفاصيل بتاعتك، وحرفيا الممثلين بيتجننوا جوه التصوير بسببه، عشان لو الشوت ما طلعتش بالظبط زي ما هو عاوز ممكن يعيد فوق ال 200 مره عادي في شوت واحد، والشوت الواحد ده ممكن يبقى في فيلم ثانيه، والفيلم الواحد بيبقى فيه مئات والاف شوتس. ده حتى في مره خلى ممثله في فيلم ذا شايننج تعيد نفس اللقطه بتاعه مضرب البيسبول 148 مره، لدرجه ان البنت وصلت من التوتر للمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، شعرها حرفيا وقع من كتر الضغط. كل الناس اللي اشتغلت معايا قالت لك ان الراجل ده مهووس بالبرفكشنزم وعنده او سي دي بشكل مش طبيعي، لدرجه انه خلى ناسا تعمل عدسات مخصوصه عشان يصور بيها مشهد في فيلم باري. عاوز جنان اكتر من كده؟ كسر كل الحاجات اللي عملوها في فيلم سبيس اوديسي عشان مفيش حد يسرب حاجات من الفيلم قبل ما ينزل. واخر فيلم صوره ايس وايت شوت حط فيه مشاهد عن الماسونيه والاليت كوميونتي اللي مسيطره على العالم، وفي مارس 99 عرض جزء من الفيلم اللي كان فيه الحته دي، وبعدها بست ايام بالظبط مات. تفتكر موته كان صدفه ولا بفعل فاعل؟ دول يا جماعه واحد خايف يحصل اندرو تيت. بس لو جينا فكرنا هنلاقي ان الناس دي مش مجانين ولا حاجه، الناس دي ممكن تكون خاطرت بنفسها وبحاجات كتيره لمجرد انها بتحب شغلها وبتتفانى فيه. الشغلانات الابداعيه زيها زي اي بزنس، زي ما انت بتصحى كل يوم تبذل مجهود كبير عشان شغلك وبتجيب في اخرك عشان تتطور وتبقى احسن وتترقى، او مثلا انك تاخد الخطوه انك تفتح البيزنس بتاعك وتخاطر بالدخل المضمون. كل واحد بيخاطر بالطريقه اللي تناسب شغله، وعلى قد حبك على قد مخاطرتك على قد استمتاعك. انا كريم حنفي، سلام.